بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعيني الأعزاء على قناتي دروس إكرام التعليمية. في فيديونا لليوم سأشارككم الفرض الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الرابعة متوسط لموسم الدراسي 2021-2022. لنبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. من أجل التعرف على ناقية المركبات الكيميائية للتيار الكهربائي وعلى بعض مكوناتها، قام المتعلمون رفقة أستاذهم متخذين احتياطاتهم بإنجاز التجارب الموضحة في الوثيقة عن بلورات الملح، محلول كحولي ومحلول Fe+2+CO4-2. بعد غلق القاطعة في كل دارة واحد، الدارة واحد والدارة اثنان، بماذا تفسر عدم توهج المصباح في الدارة اثنان رغم سلامة المصباح والبطارية؟ صف ما يحدث في الدارة واحد. علل في الدارة ثلاثة ما لو محلول كبريتات الحديد، ثم صف شوارد الموجودة فيه إلى بسيطة ومركبة. نستبدل محلول كبريتات الحديد بمحلول كلور الحديد Fe+2+Cl- أكا، يعني مذاب في الماء. سمي المصريين A-B. وماذا تلاحظ عند كل منهما؟ اكتب المعادلتين النسبيتين عند المصريين A و B. استنتج يعني المهبط والمصعد. استنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل. قدم الأستاذ لمتعلميه المحاليل الكاشفة التالية: كلور البرايوم BaCl2، نترات الفضة AgNO3، هيدروكسيد الصوديوم NaOH. كيف يمكنك الكشف عن الشوارد الموجودة في المحلول Fe+2+Cl-؟ التمرين الثاني. اطلع أخوك على المخططين كهربائيين موضحين في الوثيقة اثنان، المخطط واحد والمخطط اثنان. وماذا قال لك؟ ماذا يمثل المخطط واحد وماذا تعني الدلالة AC؟ ماذا تمثل القيمتين 2 أمبير و 14.2 فولت؟ استنتج قيمة التوتر الأعظمي إيماكس. المخطط اثنان ها هو. كيف نسمي العنصر الكهربائي في المخطط اثنان؟ سمي المرابط C, B, و A. اقترح طرقا اخرى للكشف عن مرابطه. ننتقل الآن إلى الوضعية الإدمانية. انتقلت عائلة خالد لمسكنها الجديد، وبمجرد استقرارهم فوجئت بحوادث كهربائية. هي الحادثة الأولى: تعرض أم خالد لصعقة كهربائية عند لمسها للهيكل المعدني لفرن كهربائي. الحادثة الثانية: تعرض والد خالد لصعقة كهربائية أثناء تغييره لغمد مصباح مستعمل سلما حديديا. اعتمادا على جزء من المخطط الكهربائي لمنزل خالد الموضح في الوثيقة ثلاثة ومكتسباتك القبلية، أجب عما يلي: فسر سبب كل حادثة واجهت عائلة خالد، اقترح حلولا مناسبة لتفادي هذه الحوادث، اذكر النقائص والأخطاء الموجودة في المخطط الكهربائي، أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليها التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة. هاو المخطط الكهربائي في الوثيقة ثلاثة، عودوا أرسموه بالتعديلات والإضافات الجيدة واذكروا النقائص فيه. ولنبدأ على بركة الله بالحل. تصحيح الفرض الثاني في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الرابعة متوسط مثلما قلنا. التمرين الأول: عدم توهج المصباح في الدارة اثنان، لأن المحلول الكحولي جزيئي غير ناقل للتيار الكهربائي. لا يحدث أي شيء في الدارة واحد، لأن بلورات الملح مسحوق شاردي غير ناقل للتيار الكهربائي. ومثلما أنتم تعرفون أن المساحيق الشاردية جميعها غير ناقلة للتيار. محلول كبريتات الحديد Fe+2+CO4-2 بين قوسين AK، يعني مذاب في الماء، لونه أخضر. شوارد الحديد Fe+2 بسيطة، وشوارد الكبريتات CO4-2 مركبة. كيف عرفناها؟
هنا كما راكم تشوفوا كاينه غير واحده باك ماجوسكيل، ها كاينه غير واحده كبيره يعني الحرف نتاعها كبير، والاخرى صغيره هكذا صغيره باسكو تابعه تاعها يعني حديد واحده وك شديده واحده. بينما في الكبريتات عندنا تاع الاس ها هي، وعندنا تاع يعني تاع الاكسجين في زوج كبار، في زوج حروف نتاعهم كبار، يعني عندنا زوج ذرات وممزوجين في بعضهم، مش كيما مش كيما الحديد وحده بك ماهمش زوج لاصقين في بعضهم يعني فرقناها. المصرى مهبط يترسب بجواره معدن الحديدة، والمصرى ب مهبط ينطلق بجواره غاز الكلور. معادلة التفاعل عند المصرعين، عند المصعد 2Cl موا سهم Cl2 بلس 2 إلكترا، عند المهبط Fe بلس 2 بلس 2 الكترون إيجال Fe. المعادلة الإجمالية للتفاعل بين قوسين Fe بلس 2 بلس 2 Cl موان الكل أكا Cl2 الغاز إيجال Fe صوليد يعني حاجة صلبة. كيف يمكنك الكشف عن الشوارد الموجودة في المحلول Fe بلس 2 بلس 2 Cl موان؟ نقسم المحلول لجزئين، حيث يتشكل راسب أبيض يسود في الضوء عند إضافة نترات الفضة، وراسب أخضر عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم. التمرين الثاني، المخطط واحد يمثل مخطط، عفوا هنا مخطط مخطط دارة كهربائية، والدلالة آسيرة مثل التيار المتناوب. ماذا تمثل؟ أما دي سي فهو تاع التيار المستمر. ماذا تمثل القيمتين دو أمبير؟ شدة منتجة فعالة و 14.2 فولت، توتر فعال بين قوسين منتج. استنتاج قيمة التوتر الأعظمي U ماكس، U ماكس تساوي U في كاس في 2 إيجال 14.1 في وتساوي لي 20.08 فولت. إذن العنصر الكهربائي في المخطط الدال هو بنزين. تسوية المرابط A الطورة، B والC الحيادي والأرضي. طرق أخرى للكشف عن مرابطه هي الطريقة واحد بفك براغي به مصباح الذي يتوحد في الطور، الطريقة إثنان الألوان حيث الطور أحمر والحيادي أزرق والأرضي أصفر وأخضر. لكن هذا الطريقة بس في ديلاش خطر لوكان يبدلوا الألوان هادو يقدروا يكونوا ألوان واحدة أخرى، يقدروا يصابوا بساقة كهربائية، فبفك البراغي هو أفضل شيء كاشف للتيار الكهربائي. الوضعية الإدماجية، سبب كل حادثة، الحادثة واحد سلك الطور غير معزول ويلامس هيكل الفرد، عدم وجود توصيل أرضي. الحادثة اثنان سلك الطور موصول بالمصباح الوالد غير معزول عن الأرض. الحلول المناسبة لتفادي هذه الحوادث، الحادثة واحد عزل سلك الطور عن هيكل الفرد وتغليفه، توصيل الفرد بالأرضي. الحادثة الثالث توصيل سلك الطور بالقاطعة استخدام خشبي. اذكر النقائص والاخطاء الموجودة في المخطط الكهربائي، عدم وجود قاطع تفاضلي وتوصيل القاطعة والمصهرة بالحيادي، وعدم وجود التوصيل الارضي. الرسم التخطيطي والتعديلات والاضافات ها هي في المخطط، هذا عودات لها. اذا شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله، ما تنسونيش باللايك شير والسبسكرايب، وابقوا على خير، مع السلامة، باي.